بالنسبه لديك الرقصه يعني بالفرحه وهذه جات عفويه، لانني حتى انا كنت داخل الكومبا كنت كنقول 50% 50%، المهم انا غنعطي جهدي والكمال على الله، وتقاتلت والله سبحانه وتعالى ما خيبنيش. ومن هذا المنبر كنشكر كاع الاصدقاء ديالي اللي ساندوني، كنشكر السيد رئيس الجامعه فؤاد مسكوت، من بعد ما استقبلني حتى واحد في المطار لقيت دعم من طرف اصدقائي، ولقيت دعم من طرف الرئيس سي فؤاد مسكوت، ولقيت الدعم من طرف الزملاء ديالي كذلك، ومن طرف الناس اللي ساندوني في فيسبوك كنشكرهم من هذا المنبر هذا. اللي كنبغي نلتمس من 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 اللجنه الاولمبيه هو انها توفر لينا احنا المصارعين، لاننا احنا المغاربه المصارعين عندنا الكاليتي ديال لي شامبيون.